هل يشترط للسنة الراتبة التي قبل الظهر وقبل الفجر دخول وقت الصلاة؟ نعم، السنة الراتبة القبلية التي تكون قبل الصلاة لا بد أن تكون بعد الوقت، لأنها راتبة لصلاة لا تصح إلا بعد وقتها. فلو فرض أن الإنسان صلاها قبل الوقت ظانا أن الوقت قد دخل ثم تبين أنه لم يدخل فليعدها، وتكون الأولى نافلة نفلا مطلقا لا راتب. نعم.